تغشاهم سحابة الأمان ويحفهم نور الإيمان، يعدون الخطى كأنهم القطى، يسامرهم الشفق وينادمهم الغسق إلى جنة الأرض وظل الفرض، إلى حيث الحياة كربلاء الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك باسمك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم، يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون، يا حياً قبل كل حي ويا حياً بعد كل حي ويا حياً حين لا حي، يا محيي الموتى ومميت الأحياء، يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين، عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها وبرها وبحرها، وعني وعن والدي من الصلوات، زينة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني
شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجاه وسهل مخرجاه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره واعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك. فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه. واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله. واجعله اللهم ممن حصنته من بأس المعتدين اللهم، وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته، وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. يا حيا قبل كل حي، ويا حيا بعد كل حي، ويا حيا حين لا حي، يا محيي الموتى ومميت الأحياء، يا حي لا إله إلا أنت. الله تعالى هو المحيي والمميت، والحياة الحقيقية في مفهوم الإمام الحسين عليه السلام ومفهوم الإمام المهدي هي حياة العز والكرامة المتصلة بالمنهج الإلهي. فالإنسان الذي يتبع الدين الذي لا يتعارض مع مصالحه، هذا الإنسان يفقد سيادته على هذه الدنيا، وهو أشبه بعبد ماذا لهذه الدنيا. لكي يعيش الإنسان حياة السعداء والعز لابد أن يرفض الحياة مع الظالمين، في منطق الحسين عليه السلام: إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. الموت بعز سعادة حقيقية، أما الحياة مع ذل لا تعطي إلا الشقاء والعبودية. فلذلك الحياة مع الظالمين موت حقيقي، وفي الموت رفضا للظلم والظالمين حياة حقيقية ملؤها السعادة. هنا نقول لله عز وجل: يا حيا قبل كل حي، ويا حيا بعد كل حي. نلحظ في الأدعية التركيز على الحياة الإلهية، مثلا في المقطع 70 من دعاء
الجوشن نجد قسم خاص لموضوع الحياة، يا حيا قبل كل حي، ويا حيا بعد كل حي، ويا حي الذي ليس كمثله حي، إلى آخر هذه الكلمات المباركة. أما لماذا تكررت مسألة الحياة والإماتة في هذا الدعاء؟ لعلها مسألة مرتبطة بالرجعة التي سنتوقف عندها ولو بسرعة. الرجعة تعني عندنا رجوع بعض الأنبياء والأئمة وثلة من المؤمنين وغير المؤمنين إلى الدنيا بعد قيام دولة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. تعد الرجعة من المعتقدات عند الإمامية ومن المسلمات الاعتقادية عند الشيعة، رجوع جماعة من الأموات إلى الحياة الدنيوية. طبعا ورد في التعبير يعني من بلغ درجة عالية من الإيمان أو بلغ درجة عالية من الفساد. وعندنا أن الإمام الحسين يرجع ويصلي على الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فبسنده عن أبي عبد الله في قول الله تعالى: ثم رددنا لكم الكرة عليهم، قال خروج الحسين عليه السلام في 70 من أصحابه. ثم يصف الشكل الذي يخرج به الإمام الحسين سلام الله عليه ويقول: والحجة القائم بين أظهرهم. فإلى أن يتوفى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ثم يقول أن الإمام الحسين عليه السلام هو الذي يغسله ويكفنه ويحنطه ويلحده في حفرته. يا محيي الموتى، من يحيي مرة يمكنه أن يحيي ماذا؟ عشرات المرات ومئات المرات وآلاف ماذا المرات. فقد تم التأكيد على أن الله محيي الموتى ومميت ماذا؟ الأحياء. فالله بيده الإحياء والله بيده ماذا؟ الإماتة، كما ورد في كثير من الآيات القرآنية. النتيجة الإماتة والإحياء بيد الله حصرا، هو الذي، فهو الذي يميت وهو الذي ماذا؟ يحيي. والله عز وجل قادر على الإحياء والإماتة. إذن الله عز وجل قادر على مسألة الرجعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يا حي لا إله إلا أنت، هنا الداعي يربط بين الحياة وبين الوحدانية، لأن الحي الحقيقي هو الله عز وجل، وكل الموجودات حية بالله سبحانه وتعالى، فهو الواحد الذي لا إله إلا هو، كما ورد في كثير من الآيات والروايات الشريفة. فيا حي يا قيوم يا رب يا مميت الأحياء يا محيي ماذا الموتى، أنا أقر وأعترف بوحدانيتك الكبيرة والعظيمة. وهذه أحد أهم آداب هذا الدعاء وأهم آداب زيارة الأربعين، أن نقف بين يدي الحسين وبين يدي المهدي ونحن نعترف بوحدانية الله عز وجل. ولذلك الوحدانية هي أهم ما في هذا الدعاء والزيارة. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله.